اذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث مباشر من مدينه الدار البيضاء. حنا الان كنتواجدوا امام سناك اللي وقعت فيه المجزره الدمويه، واللي توفى فيها واحد الشاب كيشتغل بهذا السناك هذا، واللي ساكنه البرنوسي كلهم البارح كانوا مرعوبين من هذه الجريمه البشعه اللي وقعت. وايضا كاين ضحيه ثاني راه هو بين الحياه والموت، والساكنه كلهم مصدومين لدرجه يعني الناس ما بقاتش قادة تهضر، حيت الناس بين نارين، الناس بين نارين، بين النار انه شاب طيب وكذا وكذا وكذا، وانه ما كانش كيتعطى المخدرات، وانهم تصدموا فاش شافوه دار هذاك الفعل الجرمي، وما بين الضحايا واللي كلهم ناس طيبين ومساكن ما عندهم حتى شي ذنب، لا ذنب لهم، ابرياء ما عندهم مساكن حتى شي ذنب، خدامين ما دايرين والو، ما عندهم ما عداوه ما حتى شي حاجه، واللي تصابوا اصابات خطيره، توفى واحد فيهم والثاني راه هو مسكين راه بين الحياه والموت وصارع الموت، يعني سويرتي يعيش كيف ما كنقولوا، الاعمار بيد الله، ولكن سويرتي انه يعيش. الناس ما قداش هضر، الناس صافي ما اش غيقولوا، ما حلتهم يبقاو فيهم هادو اللي مضرورين، ما حلتهم يتعاطفوا مع اللي قتل وراه هو حتى هو مصاب، راه الان في المستشفى من بعد ما تقدمت لي المساعده الطبيه، وهو الان تحت الحراسه الطبيه، حيرين الناس ما عارفينش شنو يديروا، الناس مصدومين ومذهولين. يعني حتى الاخت ديال القاتل راها مسكينه جايه من ديار الفرنسيه بعد ما سمعت هذه الاخبار هذه، الام ديالو راها مصدومه، الام ديالو راها متدينه ما تخرجش كاع الزنقه، ما كتشوفش الناس، وحسب الناس اللي كيعرفوها راها مسكينه في حاله ذهول وصدمه، ما عرفاش شنو دير واش من طريق غادي تسلك. لا اله الا الله محمد رسول الله. مجزره دمويه البارح وقعت هنا بمنطقه البرنوسي، وكيف ما قلت لكم الناس راها باقيه مصدومه من الهول ديال ما وقع يوم امس. صدمة بعد المجزرة الدموية، عدة أشخاص من بينهم شاب انتقل إلى رحمة الله، ومن بينهم شاب ثاني راه هو بين الحياة والموت، يعني غيكونوا جوج ديال الضحايا، جوج ديال 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 القتلة، ما غيكون ما غيوليش غير واحد. لا إله إلا محمد رسول الله. هذا هو القدر ديالهم، ساكن انهم يضربوا بديك الطريقه وانهم يموتوا بهذيك الطريقه. ان لله وان اليه راجعون. والصباح راه كنا مشينا درنا واحد اللقاء مع صاحب سناك ايور، اللي صاحب الاسم الحقيقي، واللي قال انه لا علاقه ليه بهذا المطعم هذا، وبأنه غيصيفط مفوض قضائي باش أنه يحيد الاسم ديالو من هذا النشاط التجاري، لأنه شاف أن هذه الجريمة والناس اللي قراو أيور أساءت ليه، وبزاف ديال الناس كيعيطوا ليه كيقولوا لي واش أنت هو مول سناك أيور، هو أنت شحال كيفاش ظلموه السيد اللي كان غادي غير في الزنقة مسكين ما دار له والو، ولا جينا لأي واحد ظلمنا نهزوا الموس ونقتلوه، راه حتى واحد ما غيبقى على وجه الارض، راه ما يمكنش ناخذوا حقنا بيدنا، الحقوق ما كتخادش باليد، الحقوق راه كتخاد من المخزن، حنا ماشي في الغابه. ما كاينش شي حاجه كتبين. ها انت فهمتيني، ها انت فهمتيني، دابا هذا هو الاسم اللي كيحمل الان، شنو هو قاتل ومجرم، وما كايناش شي حاجه كتبين ان شي واحد عطاه شي حاجه كلاها، ما كاينش شي حاجه كتبينها. السيد اصلا قالك هاد الايام كلها ولا في شكل غير طبيعي، هاد الايام كلها هو ولا في حاله غير طبيعيه، هو ما كانش هكا، يعني حتى الصور ديالو اللي كنشوفوها في الانستغرام وفيسبوك كتبين انه شاب رياضي عنده لياقه بدنيه، ولد عائله محافظه،
كيسكن هو والام ديالو والاخ ديالو، الاخت ديالو كتعيش في الديار الاوروبيه، الاب ديالو متوفي، يعني ما كاينش شي حاجه كتثبت انه مجرم اولا كيتعاطى الحبوب المهلوسه اولا كيتعاطى المخدرات اولا تاجر مخدرات اولا، ما كاينش شي حاجه كتبين هذا الشيء. لهذا علاش كتلقى ان كلشي الساكنه مصدومين، كتلقى كلشي مصدوم، شي مازال ملي كيكون معك شي واحد مجرم في الدار وقاتل ومصعصع ومنوض الروينه تيطرا بحال هادشي وتيقول لك تهنينا منه. اذا مشاهدينا الكرام هذه اخر المستجدات في قضيه ايوب اللي ضرب عده اشخاص وتوفى منهم شخص واحد، الشخص الثاني واللي لازال يرقد مستشفى عشرين غش تيقولوا ان الحاله ديالو الصحيه غير مستقره وانه محمد الزخواني كيقول راه شفار قالك من عائله محافظه، والله اعلم. انا كنقول لك شنو قالوا الناس، اشنو قالوا الناس في الحي ديالهم، انا ما تنعرفوش. وسعيد راه الضغط ولا الانفجار، ولكن هادو راه مساكن راه ابرياء، راه ما داروا ليه والو. شنو داروا ليه دابا؟ راه الانسان كيهضر من واحد المنطلق ديال المتفرج، ما كيدويش من منطلق ان الضحايا من العائله ديالو. دابا الغلط اللي وقع ان كانت على العائله ديالهم، مني شافوا ولدهم انه في حاله غير طبيعيه كان خصهم يدخلوا يديوه للمستشفى. بين الحياه والموت زاد كائم. للمشاهدين الكرام شكرا لكم.